هناك أراضي في بيت دجن تزيد مساحتها عن 50,000 درهم، وهذه الأراضي ثلثينها مصنفة حسب قول الاحتلال سي ومهددة بالمصادرة. وهناك بؤر استيطانية موجودة شرقي بيت دجن، نحن نقوم بمقاومة هذه البؤرة، وهذه البؤرة الشيء المنتج في مقاومتها هو حماية الأرض وزراعتها. فهناك مشاريع من الإغاثة الزراعية مشكورة ومن مؤسسات أخرى قامت في على أرض هذه القرية، من ضمنها هذا المشروع الذي أطلق اليوم، وهو مشروع أرض ما يسمى أرض الزاوية اللي هي شرقي بيت دجن، وهي تزيد مساحتها عن 200 ل 300 درهم. هذه الأرض بور، هذا المشروع سيستهدف هذه الأرض بسياج وشق طرق زراعية داخل هذه الأرض، وسياج كامل لكامل الأرض لاستفادة المزارعين الفلسطينيين من بيت دجن من هذه الأرض بزراعتها بالحمضيات أو بالزيتون أو بأي يعني بالإمكان، واللوزيات والعنب وكل أنواع الشجريات الممكن زراعتها في هذه الأرض. نحن من خلال هذه المشاريع نقوم بحماية الأرض ونحافظ عليها من غول الاستيطان الذي يلتهم هذه الأرض يوميا والاحتلال. ونحن رغم مضايقات الاحتلال وجنود الاحتلال وحكومة ما يسمى بالاحتلال، نحن بتحدي في هذه الأرض، لأن هذه الأرض أرضنا،